وجه معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة ممتلكات شركة الجنوب للسياحة بإعداد برنامج متكامل لضمان تشغيل فندق شاطئ حوار على مدار العام لاستقطاب مزيد من الزوار بعد النتائج القياسية الإيجابية المتحققة تنفيذا للأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتحويل جزر حوار إلى مقصد سياحي مهم. وكلف معاليه إدارة شركة الجنوب للسياحة بالتعاون والتنسيق مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض لإعداد برنامج يعزز استراتيجية الشركة ويدعم جهودها لاستقطاب زوار المملكة من الوفود السياحية خصوصا التي تقصد البحرين في الفترة بين شهري ديسمبر وفبراير من كل عام. وتظهر أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن شركة الجنوب للسياحة خلال فترة من يناير إلى أغسطس 2018 ارتفاع عدد نزلاء فندق شاطئ حوار بنسبة تقدر بحوالي 108% أي من 2078 نزيلا في العام 2017 إلى 4312 نزيلا خلال الفترة ذاتها من العام الجاري. كما تبين الإحصاءات أن نسبة إشغال الفندق قد ارتفعت بنسبة 126% حتى نهاية أغسطس المنصرم مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وتشير كذلك إلى ارتفاع عدد الرحلات اليومية بنسبة 67%. وحقق شهر أغسطس من العام الجاري أرقاما قياسية من حيث عدد نزلاء الفندق ونسبة الإشغال، إذ بلغ عدد النزلاء في هذا الشهر لوحده 1100 نزيل، وهو ما يعد رقما قياسيا عند مقارنة عدد نزلاء السنة الجارية والماضية، كما بلغ عدد الغرف التي تم شغلها في أغسطس الماضي 370 غرفة مقارنة بعدد 163 غرفة في أغسطس 2017، وهي نسبة إشغال مرتفعة إذا ما قورنت بعدد غرف الفندق البالغة 4.40 غرفة ذات إطلالات مختلفة. وتعتبر شركة الجنوب للسياحة إحدى الشركات التابعة والمملوكة لشركة ممتلكات البحرين القابضة، وهي متخصصة في عمليات النقل البحري من وإلى جزر حوار، وآلت إلى الشركة العام الماضي مسؤولية إدارة وتشغيل فندق شاطئ حوار، كما وتقدم الشركة خدمات النقل اللوجستي إلى الوزارات والجهات الحكومية. نعزم حاليا على القيام برحلة بحرية إلى جزر حوار الفاتنة، قد يستغرق وقت الوصول إليها ما يزيد عن الساعة ونصف الساعة تقريبا. ارتحال مؤقت يراد به الاكتشاف وتقدير القيمة السياحية الوطنية لجزر حوار التي تضم أشكالا لا تعد ولا يمكن حصر صورها المتنوعة من الطبيعة الفطرية البرية منها والبحرية. مرافقة عدد من السياح من داخل البحرين وخارجها لهي تجربة ممتعة تزيد من إثارتها وجماليتها، سفينة سياحية متطورة تابعة لشركة الجنوب للسياحة المملوكة بالكامل لشركة ممتلكات البحرين القابضة. السياحة الداخلية مهمة جدا خاصة حق الأطفال، خاصة أن يعرفوا معالم البحرين، واعتقد انه هم بيحبون التجربه. جزيره حوار يعني كنا نسمع عنها كثير يعني، وشفنا لها مقاطع يعني في السوشيال ميديا، وحبينا نخوض التجربه هذه يعني تجربه يعني السياح اللي يروحون ليها. بروح اشوف يعني اكتشف هناك يعني شنو في يعني نغير الجو عن هذه. شو سمعت عن جزر حوار اسمها؟ انه هناك في يعني بحر وايد حلو. أسطول من السفن والقوارب السريعة جهزت بأعلى معايير السلامة العالمية ليتم تزويدها بأحدث وسائل الترفيه والتسلية تحاكي أفراد العائلة كافة وتضيف لهم أجواء أخرى ستعشش في ذاكرتهم. رحلة ممتازة يعني ومريحة، وهذه يمكن عاشر مرة أي حوار أو شيء من القبيل، ف جدا مريحة. من 2014 ل 2018 زدنا عدد 4 قطع بحرية تشيل تقريبا 38 شخص ل 50 شخص، وهاي قطع جديدة مكيفة وراغية
وتشتمل كل معايير السلام الدولية. في 2018 من يناير لحد أغسطس عندنا أكثر من 4000 شخص زاروا منتجع شاطئ حوار باستكمال الخطة الاستراتيجية اللي يتابعها مجلس إدارة واللي تابعها سيدي معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة ممتلكات الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة. فبإذن الله إن شاء الله نكون يعني نترقب في نهاية العام والأعوام القادمة زيادة في الحركة وتكون حوار مقصد سياحي يكون فيه تركيز على السياحة البيئية. لباقة الضيافة البحرينية تقابلك فور الوصول لتنطلق بفضولك المرحب به نحو التوغل في عالم متناغم تصادف فيه مواقع أثرية كمثل هذا الجامع الراسخ بقواعده، جامع فريج الدواسر الذي يزيد عمره عن 150 عاما، ومقبرة قديمة تضم رفات بعض أتباع القبيلة، ناهيك عن تشكيلات من حياة طبيعية لطيور تحلق بجناحيها وحيوانات برية وأخرى بحرية تغتر بجمالها وحقيقة ندرتها كمثل الغزال الجبلي والمها العربي والغزال الدرقي وحيوان الضب. هي إحدى صور الحياة الطبيعية الفطرية البرية هنا في جزر حوار، هذا المها العربي الحيوان الذي وجد له المكان الأمثل للتكاثر وإعطاء نكهة فريدة وإعطاء صورة جمالية لهذا المكان الرائع. فضلا عن وجود أسراب كبيرة من غراب البحر السقطري وعقبان السمك وطائر البلشون الصخري والنحام الكبير إلى جانب ما يحتويه ماء الجزيرة من حيوانات بحرية كالدولفين وبقر الصيد وعدد من السلاحف الخضراء. الشيء الجميل أنه بتحس حالك في نفس النقاء الطبيعة، يعني ما في شيء مصطنع. إنني مستمتع للغاية بهذه التجربة الفريدة التي لن أنساها، فالمكان هنا رائع للغاية، ولقد اعتمدت القدوم إلى هذا المكان برفقة عائلتي بشكل مستمر ومتواصل. نحب زيارة جزر حوار مرة في الشهر على الأقل، ولقد لاحظنا تجديدا جيدا للغاية في هذا الموقع، ونحن نشعر بالاستمتاع والعاملون هنا ودودون، وأنا أشعر بمحبة خاصة لهذا المكان. على مساحة 52 كيلومترا مربعا تستقر عليها بيئة انسجمت فيما بينها لتمنح المكان صورة طبيعية كانت وما زالت بعيدة عن تأثيرات يد التدمير البشرية. تجربة ساحرة ومدهشة خضناها على مدار يوم كامل داخل حياة جزيرة من الواجب إنصاف حقها كوجهة سياحية فيها من الغرابة والندرة الشيء الكثير. لتلفزيون البحرين محمد رشادات.